وسلام على عباد الذين اصطفى، ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا، نحن أول كل آية تسلمنا ولكن طريقنا من الغرب والطريق السلوكنا بالآية قبل أن كان من المر إلى غيرها. إذا الله يوصل إلى الآية الثانية، ولو شئنا لا رفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الآن واتضع له مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه الولد أو تترك الولد، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقص القصص لعلهم يتفكرون. ما مستغلون على ذلك الكلب، لأنه ابتدوا وراء ربي يحذرنا عن هؤلاء مزارعين الإيمان عالي كما فيهم صبر من العياذ بالله يقطع الحديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه: ما يجيرنا كل ذا ليل اتبع مصام عليه، وقلبه أنت من الزيادة، ولا قلب قلب الذئاب. هؤلاء هم الكلاب، هؤلاء هم كان اختصاص كلاب، لأنه يتلحم عن آيات الله بعد أن ما جربها. ما يعني هذا؟ بل الرجماء أخير فيه، ما نحكي فيما يخص نحكي، بل يخص من سيثق بنفسه يثق به ويعينه ويخدمه في أمير مثلا شعب قصة بيتي. نحن كلكم بل نزلوا حاولوا فهم الآيات بس كنتم من واحد منكم، وخلوا صلاحكم وراكم أي أحد يثقل التمثيل. وعلاش احنا قلنا دائما عن التياترات السامية الله يزيد منك، لكن المسرح اللي قاعد يقف العالم منذ أمد دائما عند اليونان أقبح وجوه المسرحيات الدراما والكذا. يا أخي لما كان الفيضان في الطبيعة فالناس في مصر تعملوا مسرحية فيها إيحاء بما أتت به الآية الكريمة من فضل علينا من أسماء الحسنى من يكون تام الأوصاف من الأوصاف النبية الإيجابية المنيرة، وفا ما عندكم شيء تستمعون هنا القرآن لعبوه تفسير يتخليكم تفهم رحمة الرحمن، تسمع مع الإنس والجان كل ما يعنيك عليهم الأنبياء عليهم السلام. مغربوش المثل الأعلى في بس يكون الإنسان سعيد إنه يكون يختم بأثر الأنبياء عليهم السلام، هذا من لم تحرمكم شيء هكا مسرحيات. احنا كنا دائما قلت المسلم الأنبياء كبير في الشرق عملوا وحدهم في الدعوة تدعون أما تحبوا التقارب بين الأجيال والتقارب بين الأمم وكذا. الحقيقة مستفحين العزاء في الأفكار المحمدة هو الإفساد لما بقي من هذا العباد، وقل والبلاد بهم عليه الحمد لله يمكن ما يمكن أن يقرروا اللقاء إذا قرروا بلا إلا مسرحياتي في أفلام هنيئة لها ولقي أسكار الطرز غنيا وبئس المصير. والسلام.